C'est Netflix. معكم عندنا المحجة على لو كلاب. لا مراكش شحال هادي وكازا تاعي شحال هادي. دابا انا ولت مارا داز مزيان الحمد لله، كلشي بخير، داكشي كان في امان الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى المشاهدين يكون عجبهم العمل. ما غاديش يكون رايي هادشي اللي غادي نقول، يعني ماشي رايي بالنسبه ليا، ولكن الناس المجال الفني هو مفتوح لاي واحد، سواء جا من الويب سواء جا من الغناء. حنا تنعرفهم افلام عالميين، ممثلين عالميين، مغنيين ولا ممثلين. كاين بزاف تاع الممثلين عالميين اللي خداو جوائز كبار ودي زوسكار، ما عندهمش خلفيه مسرحيه وما عمرهم قراو في شي معهد. يعني المجال مفتوح، اي واحد عنده واحد لونفي ولا واحد الحلم انه يمثل، راه التمثيل محلول. الا كان عنده شي حاجه وعنده موهبه راه غادي يكمل، ما كانش عنده راه غادي يحبس. انا عندي مطيب بزاف، انا كنعيش في الكوزينه براتيكمون في النهار بزاف تاع السوايع. ولكن بالنسبه للتورناج ديال دي زرقوان بصح كنا خدينا، كان معنا واحد السيده اللي كدير يعني الاستيتيك ديال لا كوزين، وكان معنا واحد جوج تاع لي شيف اللي وقفوا معنا وحضروا معنا في التصوير ديال هذوك لي سيكونس ديال المطبخ، وحاولنا بما امكن نقربوا من الحقيقه ديال العالم ديال الطبخ. ثلاثة الكلمات قليلين في حقها، ولكن غادي نقول ثلاثة الكلمات اللي انا تنحس بهم. الى معلمي، الزوجه ديالي، الصديقه ديالي، وملهماتي. ما نقدرش نقول لك بين كاين السلبي وكاين الايجابي. كاين العمل، خاص الواحد يفرق ما بين يعني الاطار الشخصي والاطار العملي. هذا الشيء لو وفق فيها بنادم في واحد الكوبل في واحد العمل راه كيدوز الامور بما يرضي الله. بزاف صراحة الله، بزاف تاع الادوار. من بينهم انا ما كرهتش نلعب الادوار ديال دانيال دي لويس كلهم. لا بجوج اخويا، بجوج مارفيل ودي سي كوميكس. هادشي ديال نتفليكس. نو اولا انا فخور بالتمغربيه ديالي، وفخور بالاعمال اللي كنقوم بها. حنا في اطار تكوين درام مغربيه الحمد لله غاديين في الخدمه، وغاديين وكنتقدموا عام على عام. يعني هاد القضيه ديال نتفليكس تجيني معايا وتقول لي ما نبانش في اعمال مغربيه، لا ما نقبلش، ما نسنيش اخويا. يا ربي يا ربي ترفع لنا هاد البلاء هذا وتحلوا السينما. بزاف الامثله، واحد كانت تقول ويد الله يرحمها، كانت تقول الله ينجيك من مشتاق الى ضاق ومن عس الى فاق. وكاين واحد المثل تاهو كان كيقول ويد الله يرحمه، تيقول لك الكرش غراره وربطها عقل. هذه من بعد حتى كبرت عاد فهمت شنو كتعني، شنو كيعني هذا المثل. بغيت نقول لهم شكرا بزاف، شكرا بزاف على التتبع ديالكم والتشجيعات ديالكم. الحمد لله حنا كنمشيو وكنحاولوا نزيدوا شويه لقدام ونتعلموا ونستافدوا، وكل عام نجيبوا شي حاجه جديده باش المتابع المغربي ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى هو يكون فخور بالاعمال اللي كيقدموا ليه الفنانات ديالهم.